باشاغا يحمل لدبيبة وحكومته مسؤولية التصعيد العسكري في طرابلس، وشبح الانقسام والجمود السياسي يخيم على الأجواء. توالي ظهور نتائج الانتخابات اللبنانية ومزيد من الخسائر لحزب الله وحلفائه. وزير دفاع إسرائيل يحذر من خطورة برنامج إيران النووي ويكشف عن إنتاج طهران ونقلها أسلحة دقيقة إلى سوريا. تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث التي نبدأها بمتابعة التطورات الواردة من طرابلس، والتي شهدت هدوءا حذرا بعد اشتباكات دامية تلت وصول رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا قبل أن يغادرها مجددا حقنا للدماء وفق ما أكد مكتبه الرسمي. أوضح باشاغا أنه أعضاء حكومته دخلوا طرابلس سلميا وفوجئوا بتصعيد عسكري من مجموعات تابعة لحكومة لدبيبة، مشيرا إلى أنهم خرجوا من العاصمة لأنهم لم ينجروا وراء الخارجين عن القانون أو يعرضوا المدنيين للخطر. واعتبر باشاغا أن سلوكيات حكومة لدبيبة تدل أنها سقطت وطنيا وأخلاقيا وأنه لا مصداقية لها لإجراء الانتخابات، متهما إياها برعاية العنف. مخاوف العودة إلى مربع الاقتتال الليبي تحولت إلى تهديد حقيقي مع عدوي أصوات النيران في العاصمة طرابلس. اشتباكات جاءت على إثر دخول رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة ليغادرها بعد ساعات، ورغم الهدوء الحذر الذي عاد إلى العاصمة بعد مغادرة باشاغا إلا أن الاشتباكات استمرت لساعات بين قوات موالية لباشاغا وأخرى داعمة لعبد الحميد لدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها. ودوت قذائفها كصافرات تحذير من العودة للوراء، والاقتتال المسلح ليس التهديد الوحيد الذي يخشاه الليبيون الآن، بل شبح الانقسام أيضا والذي يخيم على الأجواء. ويبدو السيناريو الأقرب في ظل رفض لدبيبة التنازل عن السلطة، رغم إعلام مجلس النواب الأسبوع الماضي أن حكومة باشاغا يمكن أن تعمل من مدينة سرت وسط البلاد قرب خط المواجهة المجمد بين الشرق والغرب. وحتى المنشآت النفطية التي يزج بها دائما في قلب المعارك السياسية مهددة أيضا بطول أمد أزمتها واستمرار إغلاقها. ويرى مراقبون أنه بعد خروج باشاغا من العاصمة من المستبعد حدوث تصعيد واسع، لكن لدبيبة سيحاول على الأرجح ممارسة مزيد من الضغوط على الفصائل المتحالفة مع باشاغا في طرابلس، وعلى البلاد أن تتهيأ لفترة أطول من الجمود السياسي.
وفي تعليقها على اشتباكات طرابلس، دعت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، مؤكدة أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، وحثت الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الاشتراك في الاشتباكات وتعبئة القوات. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن ما جرى في طرابلس كان متوقعا، معبرا عن خشيته من استئناف الاقتتال. من جانبها أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن قلق واشنطن البالغ إزاء التقارير عن الاشتباكات المسلحة في طرابلس، وحثت الجماعات المسلحة الليبية على الامتناع عن العنف، كما طالبت القادة السياسيين بإدراك أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها بالعنف لا يؤذي إلا الشعب. وأكدت السفارة الأمريكية كذلك أن المحادثات الجارية في القاهرة هي أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، وأنه على المجتمعين في القاهرة إدراك أن استمرار الافتقار إلى أساس دستوري يحرم الليبيين من الاستقرار. أما السفير الألماني إلى ليبيا فحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية، مؤكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي. وبدورها حثت السفارة البريطانية جميع الأطراف كذلك على نزع فتيل التوتر والعمل على حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة، مشيرة إلى أن أحداث طرابلس تظهر الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، أن هذا الحل يجب ألا يتحقق بالقوة. كما طالبت سفارة إيطاليا جميع الأطراف الفاعلة بالالتزام بالامتناع عن العنف. وزارة الخارجية المصرية أعربت عن قلقها بشأن التطورات الجارية في طرابلس، وجددت في بيان لها على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي. ودعت الوزارة جميع الأطراف الليبية لضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مؤكدة حتمية الحوار للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتزامن ودون تأخير. كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها طرابلس، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتفادي موجة عنف جديدة. نقاشا لهذه التطورات من القاهرة، ينضم إلينا السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية وسفير مصر السابق في ليبيا. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا سعادة السفير هاني على شاشة الحدث. عن أي حوار تتحدث القاهرة؟ أهلا وسهلا. تتحدث القاهرة وتدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا وسط سطوة السلاح، وهذا ما كان جليا وشهدناه في طرابلس يوم أمس. أولا أحييك وأصحح أهلا الاسم وسهلا. بس هاني خلاف، أعذرني. ليس بيننا أي خلاف إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا بك سيد هاني، أعذرني. الحوار الجاري الآن في القاهرة منذ يومين وسيستمر لمدة عدة أيام أخرى يدور حول الأساس الدستوري أو الأساس القانوني للانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقعة في ليبيا إن شاء الله. ولا بد أن يكون هذا واضحا لجميع الليبيين، لأنهم يستحقون جميعا أن يخلصوا أنفسهم من العنف وانتقلوا إلى العمل الدستوري والسياسي، بمعنى تشجيع الناخب الليبي على المضي قدما. وتقديرنا تقريبا أنه حوالي 3 مليون مواطن ليبي سيشاركون في هذه الانتخابات. 2، المعايير الفنية أو السياسية المطلوب توافرها في المرشحين لكل من المجلس التشريعي والرئاسة. 3، نظام إدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة ما بين حكومتين، حكومة تنتهي ولايتها في 20 يونيو القادم هي حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة، وحكومة السيد بشأغة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس النيابي ومجلس الأعلى للدولة في ليبيا. رؤساء المجلسين، رئيسي المجلسين اللي هم
السيد فتحي السيد عقيلة صالح والسيد خالد المشري بيرأسوا اجتماعا مهما في القاهرة حاليا يضم حوالي 12 عضو من البرلمانيين الليبيين من أعضاء البرلمان الليبي و11 عضو من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وبيبحثوا الموضوعات اللي طرحتها على حضرتك. نأمل أن نجد مخرجا سريعا قبل أن تستفحل الأمور، وإن شاء الله بالتعاون الدولي مع حرص القاهرة وحرص كل الأطراف العربية المحيطة بليبيا على إبقاء الأمور بعيدة عن العنف سيتم يعني إنجاز المطلوب إن شاء الله بكفاءة وبعدالة وبفاعلية بإذن الله. كيف سيتم إنجاز المطلوب بكفاءة وفاعلية سيد هاني؟ يعني يبدو أن حضرتك متفائل ونتمنى أن هذا ما سينعكس على الأرض، لكن أيضا كانت هناك يعني نقاط خلافية في مؤتمر القاهرة الأول لم يتم التوصل إليها، من ضمنها كان هناك اختلاف رؤى يعني المجلسين الأعلى للدولة، كان يدعو إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما كان يطالب البرلمان بتعديل نصوص خلافية قبل أن يطرح ويطرح للاستفتاء قبل الانتخابات. ما الذي استجد بهذا الخصوص والذي أدى إلى عدم التوصل إلى حل في مفاوضات القاهرة الأولى؟ أعتقد أن حضرتك وضعت إيدك النهاردة القاهرة باستضافتها لهذين الفريقين الكبيرين والمهمين والعاقلين، يعني هم من صفوة النواب الموجودين في ليبيا بيجتمعوا النهاردة بقدر كبير من المسؤولية، يستشعروا أن مسألة إنشاء سلطتين في وقت واحد أمر غريب ويتفقوا على ذلك. قد يكون النهاردة خروج السيد فتحي باش أغا من طرابلس استجابة لهذه المخاوف التي أبداها المجتمعون في القاهرة أحد الجوانب الإيجابية التي أراها تبعث على التفاؤل. أمامنا شخص مسؤول يدرك أن دخوله طرابلس أدى ببعض الميليشيات الجماعات المسلحة التي لا أقول أنها تنتمي تماما إلى الدبيبة وليس له هو نفسه جماعات موالية له، طيب. وبالتالي الكلام كله في تقدير الخبراء أنه عناصر ذات مصالح اقتصادية ونفطية عايزة مجرد تثبت وجودها وتحرج الأطراف كلها، نعم. مش تحرج ده سيد أو هاني تدافع عن ده. نعم، يعني جزء من التفاؤل الذي تحملونه من خلال هذه المفاوضات في القاهرة هو كما فهمت من حضرتك الدور المسؤول الذي لعبه باشاغا من خلال انسحابه من طرابلس، لكن كيف تقيمون دور لدبيبة الذي واجه دخول باشاغا بالسلاح بهذه الطريقة؟ حتى الآن سيدتي الفاضلة أنا لم أتأكد من أن ميليشيات التي استخدمت السلاح مؤخرا خلال البارح أمس واليوم هي تابعة تماما للدبيبة. أنا هذا ما يقال سيدي وتقدير عدد من الخبراء الليبيين، هذا ما يقال من مصادر خارجية وداخلية يشاركون أيضا في من الأخوة الليبيين المقيمين في ليبيا بيقول لك دي مجموعات ذات مصالح مادية ليس لها أبعاد سياسية في يعني تغليب طرف على طرف، إنما هي يهمها تماما أن تدار عملية تقسيم أبار النفط وعوائده وإدارة رواتب موظفي الحكومة في طرابلس بانسيابية، يعني هي ده البحث الرئيسي عندها ينصب على هذه الموضوعات المادية ليس على شرعية وجود باشاغا أو شرعية عمله من سرت إذا بدأ أو انتظار انتهاء المدة القانونية للدبيبة في شهر يونيو القادم حتى يستقر الأمر، إنما الواضح تماما أن احنا أمام المعضلة الرئيسية هي ما هو الأساس القانوني والدستوري والتنظيمي اللي هيحكم عملية الترشح وعملية الانتخاب، ولابد من أن احنا نوصل بمحادثات القاهرة إلى نتائج واضحة توضع أمام كل الليبيين حتى يبدأ العد
أمام إجراء الانتخابات عمليا وواقعيا إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات والمشاركة من القاهرة. حدثنا السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية وسفير مصر السابق في ليبيا، شكرا جزيلا لك سيد هاني. ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد المهدوي. سيد أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. لنبدأ من ما ذكره ضيفنا الكريم قبل دقائق السيد هاني خلاف، كان يحمل الكثير من التفاؤل بخصوص مجريات القاهرة وما يمكن أن تفضي إليه، هل تؤيد ذلك حضرتك؟ هل تعولون على الجولة الثانية من المفاوضات في القاهرة؟ مساء الخير سيدتي. نعم، أعتقد بأن سعادة السفير فعلا متفائل جدا بما سيحدث في اجتماعات القاهرة. كون نحن نتكلم عن معطيات فعلية على الأرض، يعني رأينا تقارب كبير جدا ما بين أعضاء مجلس النواب والدولة، يعني لأول مرة يعني يقود رئيسي مجلسي النواب والدولة يترأسا اجتماعات يخص القاعدة الدستورية ويكون في القاهرة. هذا لم يأتي على هوى أعضاء مجلس النواب والدولة أكثر من كون أن هناك ضغط دولي على مجلسي النواب والدولة. هنا نتكلم عن اللاعب الدولي الأمريكي أو المتغير الدولي الأمريكي وبريطاني والمتغير الإقليمي التركي وغيرهم من المتغيرات التي ستؤثر على هذه الاجتماعات، ولا ننسى حتى الدور المصري والإماراتي وكل يعني الدول المتداخلة في الملف الليبي. الكل يرى بأن لا حل أمام الليبيين إلا بالذهاب إلى انتخابات، ويجب أن تزول كل الأجسام الموجودة. ما حدث لفتح باشاغا اليوم هو الأخير دليل على وجوبية إجراء الانتخابات والإسراع في إعداد القاعدة الدستورية. فلذلك أعتقد بأن تفاعل سعادة السفير يعني ينبع من كل هذه الأمور. نعم هناك تقارب وتقارب كبير جدا، هناك بعض المشاكل الخلافية البسيطة سيتم تداولها خلال اليومين القادمين، وأعتقد بأنها ستنجز لأن كما قلت لك هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا وبريطانيا وفرنسا وكل الدول المتداخلة، رأت بأن يجب أن تنتهي الأزمة الليبية بالذهاب إلى انتخابات مستعجلة. بعضهم من يرى أنها ستكون في شهر يونيو وبعضهم من يرى أنها ستكون في سبتمبر، ولكن الكل اتفق أن هناك انتخابات تلوح في الأفق ويجب أن يتم الإسراع للإعداد لها. طيب إن حدثت الانتخابات ويعني أفضت النتائج لصالح فتحي باشاغا، ما المتوقع من الدبيبة في ظل خسارته؟ طبعا هذا السؤال افتراضي ونحن نستبق الأحداث. نعم سيدتي، أعتقد أنا أن ما حدث اليوم من فتحي باشاغا قد يعني سحب منه حضوره، يعني فتحي باشاغا اليوم خسر جزء كبير جدا من حضوره بهذه الخطوة التي أقدم عليها، ولا نعلم من أشار بها عليها. يعني أعتقد بأنها يعني من أسوأ الأمور اللي قام بها فتحي باشاغا كرئيس حكومة في بدايته هو دخوله للعاصمة بهذا الشكل. نحن تمنينا أن ينتظر ويلجأ إلى الصراع القانوني والقضائي، كون أن المشكلة تحل قضائية وقانونية، لأن الدبيبة لا يملك يعني الحصانة القانونية والقضائية، لأن كيف ما قلنا انتهاء حكومته يوم 21 يونيو. ننتظر حتى 21 يونيو وسيذهب الدبيبة دون رجعة، لأنه سيخسر الشرعية الدولية والشرعية المحلية. وهنا أيضا سيدتي هناك لغط، يعني عندما نتكلم عن قرب انتهاء حكومة الدبيبة هذا معناه انتهاء السلطة التنفيذية التي انبثقت عن حوار جنيف، ونتكلم عن مجلس الرئاسي وكل الأجسام اللي انبثقت عن جنيف كلها ستنتهي يوم 21 ديسمبر. المخاوف هي أن ما بعد 21 يونيو القادم ما بعدها هل سندخل في فراغ سياسي؟ تمنينا أن يستلم فتحي باشاغا السلطة بالطريقة السلسة السلمية حتى لا نذهب إلى فراغ سياسي، ولكن ما رأينا عجز فتحي باشاغا على الدخول للعاصمة وأيضا تغول الميليشيات، وهنا سيدفع عبد الحميد الدبيبة الثمن. هذه الميليشيات التي وقفت معك اليوم يا سيد عبد الحميد لن تخرج خارج يعني خالية الوفاق، ستطالب
الشعب بثمن ما قامت به اليوم. لن يستطيع عبد الحميد البيبة أن يقف أمام هذه الميليشيات بعد اليوم، يعني سترين تغولا أكبر وأكبر لهذه الميليشيات، خصوصا بعد ما هي اعتقادها اليوم تعتقد بأنها هزمت فتحي بشاغة وهي الآن تستنشق يعني عبير الانتصار. لن يستطيع لا عبد الحميد البيبة ولا أي شخص يأتي بعده أن يوقف ويكبح جماح هذه الميليشيات. طيب إذن هنا يعني أين يكمن الحل سيد أحمد إذا كانت نتائج الانتخابات لن تفضي إلى حل، خاصة في ظل انتشار السلاح بيد الميليشيات؟ كيف يمكن أن تشهد البلاد انفراجة سياسية وهدوء والوصول إلى يعني حل يفضي إلى بر الأمان؟ سيدتي، للأسف المجتمع الدولي يغض بصره عن المشكلة، يعني لم يعمل تأصيل حقيقي للمشكلة الليبية. الكل يعتقد بأنها مشكلة سياسية، لا، المشكل في ليبيا مشكل أمني. هناك 29 مليون قطعة سلاح منتشر في كافة ربوع البلاد، أيضا هناك مجاميع مسلحة لا تؤمن بأحد، لا تريد لا قانون ولا دولة ولا مؤسسة. وكما قال لك سعادة السفير، يعني هناك هذه الميليشيات منها من يتبع أيديولوجية المصلحة والنفوذ فقط، هم يريدون أن تبقى ليبيا في حالة الفوضى حتى يحققوا أكبر مكاسب لهم من خلال الفوضى وعدم وجود دولة وقانون يحاسبهم. لذلك هنا المجتمع الدولي عليه قبل أن يذهب ويقودنا إلى حوارات سياسية عليه أن يجد حلول لهذه المجاميع المسلحة، لأن جل هذه المجاميع تغولت وكبرت بدعم مباشر من بعض هذه الدول التي للأسف تعتبر نفسها الآن دول صديقة وتريد أن تجد حل للأزمة الليبية. هي من أمدت هذه الميليشيات بالسلاح، وهي من تحركهم يعني أوقات وتوقفهم أوقات أخرى. الحل سيدتي هو نزع سلاح هذه الميليشيات وحلها وجمع السلاح المنتشر في كافة ربوع ليبيا. يعني احنا لو تكلمنا عن انتخابات سيحدث او مجلس نواب جديد وسلطة جديدة، سيحدث لها مثل ما حدث لفتح بشاغة واي رئيس اخر. شكرا جزيلا لهذه المشاركة والإيضاحات من القاهرة، حدثنا المحلل السياسي احمد المهدوي. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: غوتيريش يعول على برلمان لبنان المقبل لتحقيق الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد. تغيب آفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود، ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة. وحتى لا تنسى قصصهم، نحن نوثقها بكل تفاصيلها. مشاهد واعترافات حصرية مع عناصر من القاعدة وداعش. سندخل كأول كاميرا تلفزيونية حول العالم إلى داخل هذا السجن. يشتروا الجوازات من تركيا في سوق في اسطنبول. كيف يتم التواصل مع التنظيم بسوريا؟ كان يبيع في النفط السوري الحديد التركي. صندوق من الأسرار يفتح عن عمليات التمويل والتهريب والقتل. كانت الدبابات عاملة تأثير قوي جدا. هذه المدينة كانت مقرا للعديد من المنظمات الإرهابية. كانوا يقبضوا على الناس وينفذوا عليهم في عمليات تمهنية. الغرض من الاتصال يمسك ويتم القبض على فوتي الثلاث، كان حكمهم عندنا في التنظيم انهم مرتدين. هذا هو الحد الأكثر الذي سمح لنا بالاقتراب منه. تفاجأ العاملون بوجود مقبرة جماعية هناك. تقارير خاصة وجها لوجه قريبا على شاشة الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية في لبنان خسارة حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان بحصولهم على 59 مقعدا فقط، متراجعين عن 70 مقعدا في الدورة الماضية. وأظهرت النتائج الرسمية فوز 17 نائبا مستقلا جديدا بمقاعد برلمانية في تطور يعكس حالة الغضب والاستياء الشعبي.
هذا وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين على الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر تشكيل حكومة جامعة سريعا في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، معولا على البرلمان الجديد ليقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة، ومناشدا القادة السياسيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني. أما رئيس وفد البعثة البرلمانية الأوروبية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية فأكد أن تطبيق الديمقراطية لا يتوقف عند الانتخابات، مشددا على حاجة لبنان الماسة للإصلاح على كافة المستويات. وكما حث المسؤول الأوروبي جميع القوى السياسية في المجلس النيابي الجديد على التركيز على مصلحة وتطلعات الشعب اللبناني بدل السعي وراء المكاسب السياسية. إذا مشاهدينا، انتهت الانتخابات وخرج وزير الداخلية بسام المولوي معلنا النتائج النهائية، نتائج أظهرت خسارة حزب الله وحلفائه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد. وكان حزب الله القوى السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والمدعوم من طهران يحتفظ في البرلمان المنتهية ولايته مع حلفائه بأكثر من 70 مقعدا من إجمالي 128 مقعد. اليوم نجحت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين ب17 مقعدا على الأقل في البرلمان الجديد وفق ما أظهرته النتائج النهائية. 12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن يتولوا أي مناصب سياسية في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية. وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل الحركة الشيعية التي يتزعمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه بري بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، أي 28 مقعدا مقسمة كالآتي: 15 مقعدا لحركة أمل و13 مقعدا لحزب الله. أما حليف حزب الله التيار الوطني الحر فقد حصل على 18 مقعدا، وحزب الطشناق حصل على 3 مقاعد إضافة إلى 3 نواب متحالفين مع حزب الله. وعلى الجانب الآخر نال حزب القوات اللبنانية الخصم المشترك لكل من التيار الوطني وحزب الله نال 20 مقعدا ليصبح الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان. وأظهرت النتائج فوز 11 شخصية مستقلة بالانتخابات ترشحوا ضمن عدة قوائم معظمهم من الشخصيات السنية. أما حزب الكتائف فحصد 5 مقاعد وحركة الاستقلال فازت بمقعدين. الحزب التقدمي الاشتراكي بدوره حصل على 9 مقاعد فيما حصد قدام تيار المستقبل على 6 مقاعد، وحصل كل من حزب الاتحاد والوطنيين الأحرار والكتلة الناصرية على مقعد واحد لكل منهم. أما تيار المردة والجماعة الإسلامية فحصد كل منهما على 2 مقعدين، لتصبح النتائج بذلك وفقا للإحصائيات حصول حزب الله وحلفائه على 59 مقعدا، بينما المقاعد 69 الأخرى تتوزع بين سياديين وقوى تغييرية، ما يعني خسارة حزب الله للأغلبية البرلمانية التي كان يحظى بها. من بيروت مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد أهلا بك معنا. إذا النتائج النهائية للانتخابات معك بتفاصيلها، تفضلي.
نعم روناك، يعني كنت فصلتي هذه النتائج والتي أفضت إلى خسارة فريق حزب الله وتيار الوطني الحر وحلفائهما للأكثرية النيابية في المجلس النيابي، وهذا طبعا سيترجم أو له دلالات كثيرة في المستقبل وفي الاستحقاقات النيابية المنتظرة. لم تعد بيد هذا الفريق الأكثرية الحاكمة، وهذا أيضا يعني له دلالة إن كان في الشارع المسيحي روناك يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فكنا لاحظنا خلال هذه الانتخابات الحماوة الانتخابية ونسب الاقتراع المرتفعة كانت في المناطق المسيحية، خصوصا لأننا على مشارف انتخابات رئاسية الأحزاب المسيحية تتنافس بحماوة من أجل معرفة الأحجام المسيحية، لأننا طبعا على مشارف الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون الحظوظ لمن سيكون مرشح الانتخابات الرئاسية في حال طبعا نحن نتحدث عن انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث ستنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في نهاية أكتوبر. يعني الفريق المسيحي الأقوى قد تكون له الحظوظ الأكبر في هذا الاستحقاق، طبعا في حال لم يكن لسلاح حزب الله تدخل أو سطوة على هذا الاستحقاق. يعني هذه يعني التمنيات خلال فترة بعد الانتخابات من اللبنانيين بأن لا يتم اللجوء إلى السلاح، خصوصا بعد أن خسروا في الاستحقاق النيابي، أن لا يتم استغلال سلاحهم من أجل أن الضغط على الاستحقاقات المنتظرة. أيضا يعني نحن روناك على مشارف خلال أيام يجب أن تتم الدعوة لمجلس لأن يلتئم المجلس النيابي الجديد من أجل انتخاب رئيس لهذا المجلس، ومن بعدها ستكون الحكومة الحالية حكومة مستقيلة، وعليه نبدأ في موضوع الاستشارات النيابية من أجل تشكيل حكومة من قبل المجلس النيابي الجديد. ناهد، أيضا يعني هل هناك من أصداء لإعلان النتائج النهائية؟ هل حالة الغضب بين صفوف حزب الله ازدادت بعد هذا الإعلان؟ بطبيعة الحال روناك، يعني هذه النتيجة لم تكن متوقعة، خاصة أن حزب الله تم خرقه في مواقعه وفي بيئته والمناطق المحسوبة عليه والتابعة له، والتي كانت سابقا تصب كلها في مصلحته وفي المقاعد التي يرشحها. اليوم رأينا خسارات كثيرة، خصوصا الخسارة الكبيرة واللافتة كانت في منطقة الجنوب الثالثة، هذه المنطقة المعروفة بأنها له ومن بيئته، تمكنت اللوائح التغيير من حصد مقعدين وليس فقط مقعد واحد، هذا الأمر لم يتقبله شارع بيئة حزب الله. أيضا المناطق التي يعني كان حصد فيها نواب المشاركة الشيعية كانت منخفضة، صحيح أنه مثلا الجنوب الثانية حصد كل المقاعد الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، ولكن لم تكن الأرقام عالية، هذا يعني أن بيئته حتى ترفضه إذ لم تشارك في هذه الانتخابات. يعني هذا الأمر طبعا حالة غضب أو يؤدي إلى حالة الغضب في البيئة الشيعية، رغم كل حالات التهديد والترويع التي قام بها من أجل أن يحصل على أو أن تكون نسبة التصويت في بيئته أكثر، أو من أجل أن يحصد مقاعد أكثر، إلا أن كل هذه الحالات التي قام بها لم تنفع. سنكون معك خلال النشرات اللاحقة لمتابعة ردود الأفعال، وإن استجد أي جديد حتى اللحظة. من بيروت مراسلة الحدث ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، انتخابات لبنان النيابية الحالية كانت الأولى منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات في البلاد عام 2019، والأولى بعد مطالب التغيير التي اجتاحت لبنان على خلفية الفساد المستشري والأزمات الاقتصادية المتعاقبة. راية التغيير هذا حملها الشباب اللبناني تحت شعار كل يعني كل، أي استبدال كافة رموز الطبقة الحاكمة بوجوه جديدة ودماء شابة تقود دفة قيادة البلاد. مطالب جديدة تطلبت أدوات تغيير جديدة، كانت أبرزها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد النيو ميديا الذي تبناه الشباب للتعبير عن مطالبهم وآرائهم، وكان أيضا منبراً ذا أثر كبير في الوصول إلى طبقة كبيرة من اللبنانيين. وبلغت أعداد المرشحين المسجلين من فئات الشباب أكثر من 1000 مرشح، بينهم 155 امرأة.
حيث دأب الشباب على التواصل والتفاعل، وكانت المواقع الشهيرة كفيسبوك وتويتر وغيرها ساحة للمرشحين الشباب للوصول إلى أكبر فئة ممكنة من اللبنانيين المؤمنين بالتغيير والذين سئموا الطريقة القديمة التي كانت تدار بها البلاد. ولا ننسى هنا أن شعلة تظاهرات عام 2019 اندلعت على إثر ضريبة الواتساب، وتظهر نتائج الانتخابات تغيرا كبيرا في خريطة توزع القوى السياسية، حيث تمكن العديد من المرشحين الشباب والبعيدين عن الأحزاب والتيارات السياسية التقليدية من استقطاب التأييد الشعبي وكسب الأصوات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل أكثر من 15 مرشحاً إصلاحياً من مرشحي الثورة إلى البرلمان للمرة الأولى، ما يعكس الرغبة الحقيقية للبنانيين في التغيير. نقاشا للموضوع تنضم إلينا من بيروت الدكتورة سالي حمود، الأستاذة الجامعية في الإعلام والذكاء الاصطناعي. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هنا، إلى أي مدى استفاد المرشحون الشباب من تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الأصوات وقلب الطاولة دكتورة على الوجوه التقليدية الموجودة في سدة الحكم في لبنان؟ أولاً مساء الخير. مساء النور. ثانياً مبروك لكل اللبنانية ولكل الشباب بكل العالم، لأنه الفترة اللي مرقنا فيها بلبنان والصعوبات اللي مرقنا فيها من أزمات سياسية، من أزمات مالية، من أزمات معيشية وغيرها، اليوم عم نشوف أنه صوت الشباب هو الوحيد اللي كان قادر يوصل. وطبعا ما فيها ننكر انه لوسائل التواصل الاجتماعي الفضل الكبير بهذا الموضوع، طبعا بالاضافه لجهد الشباب ورغبه اللبنانيين بخلق تغيير، ولو انه بينوا بكثير من الاوقات انه شعب كسول، بمعنى انه كان في ببعض الاوقات كان في انسحاب من الساحات. وهذا اللي كنا عم نجرب نقوله، انه اليوم الثورات او ما يعرف ب الهوى التغييري يلي هو يختلف طبعا، يعني هو حتى متنوع. اذا بتلاحظي بالنسبه الشباب التغييريين او فينا نقول النواب التغييريين يلي صاروا اليوم الحمد لله صاروا بالبرلمان، بيجوا من عده اصطفافات واراء سياسيه، بس كلها بتصب بمكان المعارضه وبخلق نفس جديد في لبنان. هول الاشخاص شباب مش ما عندهم تمويل، ما عندهم طبعا سفرات عم بتمول حملاتهم الانتخابية، قدروا بوقت في كتير صعوبة انه يستخدموا اي مال بالصرف على الاعلانات، لانه نحن بنعرف كتير منيح انه الهوى قديش يباع على التلفزيونات وعلى المحطات الكبرى او الماس ميديا. قدروا انه يعوضوا عن هيدي الضعف يلي عندهم اياه باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، اللي هي بعتقد خدمتهم اكثر من الوسائل التقليدية في حملاتهم. دكتورة سالي، اليوم أيهما الأكثر تأثيراً في إيصال الفكرة أو الصوت للجمهور؟ هل فيسبوك، تويتر، أم لربما منصات أخرى من الموجودة حالياً؟ اليوم اللي بيميز وسائل التواصل الاجتماعي عن الوسائل الجماهيرية مثل التلفزيون، إنه اليوم في نوع من الحميمية مع الجمهور. يعني لما يكتب الشخص منشور معين أو لما ينزل صورة معينة، هيدي عم بكون نحن عارفين إنه الشخص هو منزلها، وبتكون بتمثل إذا بدك مش مفلترة، يعني أكثر من إنها تكون على التيفي وتكون مفلترة. وهذا بيرجع لطبيعة خصائص كل منبر،
والفرق بين مثل ما ذكرت المنصات التقليدية أو الوسائل التقليدية والوسائل الجديدة اللي بتبيح أنه يكون في جزء من الشخصنة الشخص تكون واضحة. طيب دكتورة، الرسائل يلي هو عم يكتب هذا فيما يخص يعني المقارنة بين وسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز، ماذا عن المقارنة بين مواقع التواصل الاجتماعي فيما بينها؟ يعني كنت قد سألتك دكتورة أيهما الأكثر تأثيرا في شرائح المجتمع، هل الآن تويتر أم فيسبوك أم لربما غيرهما؟ كل مجتمع عنده بفضل وسيلة أكثر من أخرى، خصوصي بمجتمعاتنا العربية. هلأ تويتر هو معروف أنه السفير، المجال العام السياسي، وأكثر شيء موجود فيه يعني كم هائل من الداتا والمعلومات يلي هي بتكون معظمها أو نسبة أكثر من 80% من المحتوى تبعها سياسي، ولو حتى في بعض المحتوى بيكون في شوية سخرية وغيره، بس معظمه بيكون سياسي. إنما مش كل الناس عندها تويتر بلبنان مثلا. نسبة أنه يمتلكوا أكاونتات تويتر بعدها أقل من غيرها، فبتلاقي الناس مقسومين ما بين الشباب يلي هو مندمج بالعمل السياسي طبعا هو ناشط على تويتر، وفي عنا الفيسبوك، وفي عنا الشباب الصغار يلي بعتقد أول مرة بينتخبوا هو الشباب يلي هن عمرهم 21 سنة. بتصور الوسيلة يلي طالتهم هي ما كانت أكيد تويتر، بتصور، ولم تكن فيسبوك، إنما كانت إنستغرام. لأنه عم يتحول هيدا الجيل أكثر لهيدا الوسائل، فالجيل الأكبر بعده بيستعمل الفيسبوك. بتروح من شريحة لشريحة، من جيل لجيل، هيدا الشيء كتير بيأثر على كيف ممكن يتقبلوا هيدا المرشح أو يعرفوا عنه. اليوم كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا في تغيير الوجوه السياسية في لبنان دكتورة سالي، هل يمكن أن تلعب دورا بارزا أيضا في المرحلة المقبلة في لبنان، أن يستغلها الشباب أو تستغلها طبعاً الوجوه السياسية الجديدة؟ أنا مبسوطة كتير أنه عم نضوي على دور الإعلام بنتيجة الانتخابات، وخصوصي أنه مثل ما ذكرت ما كان في تمويل عندهم هالمرشحين. يعني شفنا قديش كان في زخم هائل من العمل يلي اشتغلوه على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو شيء كتير مهم. وهون ما ننتبه انه أهمية الإعلام يلي حضرتك عم تفضلي كمان موضوع اللي عم تطرحيه، أهمية الإعلام انه هو سلطة رابعة، وصارت أهم. يعني حتى الإعلام الجديد صارت فينا نسميها سلطة خامسة، لأنه صارت سلطة فوق التلفزيونات، ولو بدهم يزعلوا شوي زملائي بالمحطات التلفزيونية، بس لا أبدا يا دكتورة، إعلان نتائج الانتخابات. نعم. بإعلان نتائج الانتخابات أو يعني مواكبة الانتخابات بكل تفاصيلها كانت عم بتتم على وسائل التواصل الاجتماعي بعدين يتم بثها على التيفيات. فاليوم سلطة الإعلام الجديد هي سلطة أقوى من أي وقت قبل، حتى أن ممكن تكون وسيلة من وسائل المحاسبة والمساءلة، الكشف عن أمور، يعني فضح إذا بس نعم دكتورة المتوانئين عن أنهم يقوموا بعملهم، لأنه اليوم الهوية أو الريبيوتيشن يعني السمعة كتير شيء أساسي لأي رجل، إن كان سياسي نعم دكتورة سهل لأي امرأة أيضا كمان. والإعلام هو وسيلة كتير مهمة اللي بتحافظ نعم. على المساءلة والمحاسبة اللي بإذن الله حتكون خطنا بهذه الفترة الجديدة. شكرا جزيلا دكتورة على المشاركة وكل هذه الإيضاحات. من بيروت حدثتنا الدكتورة سالي حمود، الأستاذة الجامعية في الإعلام والذكاء الاصطناعي. قبل يوم واحد من مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء نظيره الأمريكي، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن إيران تعمل حالياً على استكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متقدم في مواقع عدة، من بينها مواقع جديدة تحت الأرض قرب منشأة نطنز. وأشار غانتس إلى أن طهران تواصل تطوير خبراتها النووية في مجالات البحث والإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وأنها باتت على بعد أسابيع قليلة فقط من تقديس المواد الإنشطارية التي تكفي لصنع القنبلة النووية. وأوضح غانتس أن إيران باتت تمتلك 60 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأنها تمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد أن مخزونات الأسلحة الاستراتيجية طويلة المدى لدى إيران زادت في العام الماضي، مشيراً إلى الطائرتين المسيرتين
اللتين أطلقتهما إيران نحو إسرائيل، وتم اعتراضهما وإسقاطهما في العراق. كما أوضح غانتس أن إيران تحاول أيضا إنتاج ونقل الأسلحة الدقيقة إلى سوريا، حذر من أن وكلاء إيران يهاجمون احتياطات النفط والمطارات والمنشآت المدنية، وأن إيران نفسها تشن هجمات عبر فيلق القدس وتطور أنظمة تشغيلية في جميع أنحاء المنطقة مزودة بقدرات دقيقة بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة بإمكانها قطع آلاف الكيلومترات. رغم انشغال إيران بموجة الاحتجاجات المتنقلة بين المدن ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الريال، إلا أن السلطات الإيرانية تحرص على تسريع وتيرة البرامج النووية مع تعثر مسار المفاوضات النووية. وزارة الدفاع الإسرائيلية انضمت إلى الأطراف الدولية المحذرة من مخاطر بلوغ إيران العتبة النووية. إيران مبتسات معمات להשלמת ייצור והתקנה של 1,000 צנטריפוגות מתקדמות נוספות מסוג IR6 במתקני הגרעין שלה, וביניהם גם במתקנים חדשים שנבנים באתרים תת-קרקעיים סמוך לנתאנס. تصريحات تقاطعت مع تحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع النووية المشبوهة وعدم تقديم إيران المعلومات المطلوبة حول البرامج النووية. מחיר המלחמה העתידית הזו שנקווה שלא תגיע, ניתן לחסוך או להקטין על ידי הפעלת מסכת לחצים רב-ממדית של העולם כולו, תוך שיתוף פעולה בינלאומי ואזורי כאחד. لا شك أن تعثر المفاوضات النووية رغم التصريحات الإيرانية التي توحي بتقدم وإن نسبياً يدفع طهران إلى الضغط على الوكالة الدولية والمجتمع الدولي في محاولة لفرض مقايضة تجميد تخصيب اليورانيوم والعودة إلى شروط الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات بما فيها تلك غير المتعلقة بالبرنامج. في المقابل ترفض واشنطن حتى الساعة رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وهو طلب تسعى من ورائه طهران إلى تحرير أصولها المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات. عصام عبد السلام، العربية. من تل أبيب ينضم إلينا المحلل العسكري الإسرائيلي إيال علامة. سيد إيال، أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث. هل ستكتفي إسرائيل بالكشف عن أن إيران تقوم الآن بتطوير أجهزة طرد مركزي وأنها قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، أم ستقوم ب ردة فعل أو خطوات فعلية ملموسة على الأرض تجاه طهران؟ تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تتزامن والإعلان اليوم عن أن التمرين العسكري واسع النطاق الذي بدأه الجيش الإسرائيلي يتضمن أيضا لأول مرة مناورات وتدريبات لشن ضربة واسعة النطاق في إيران. الدوائر العسكرية تقول إن الاستعدادات تتواصل على قدم وساق، وهناك بعض التقديرات من قبل القيادة العسكرية بأن إسرائيل قد تكون في وضع من الجاهزية لشن هذه العملية العسكرية واسعة النطاق خلال سنة تقريبا. من ناحية القيادة العسكرية هذه الاستعدادات مستمرة ومتواصلة، ولكن يبدو أن كل ما نشر وهذه التصريحات لوزارة الدفاع وكذلك كشف النقاب عن استعدادات الجيش الإسرائيلي التي أخذت تتوسع في الفترة الأخيرة تأتي على خلفية نوع من الغضب الاشتياء داخل إسرائيل في الأوساط العسكرية والسياسية من موقف واشنطن. هناك تطلعات إلى أن تبدي واشنطن موقفا مغايرا تماما، خاصة على تعثر المحادثات. سيد إيان، غضب واستياء واشنطن، لنقف عند هذه النقطة فيما بعد، لكن الآن أود الحديث أكثر عن أن إسرائيل كما ذكرت حضرتك
تستعد منذ مدة لشن هجمة عسكرية على طهران. سمعنا هذه الجملة منذ أشهر مضت سيد إياه، لكن يعني حتى الآن لم نشهد شيء. ألا تجد أن كثرة التصريحات بهذا الخصوص والحديث عن احتمالية ضربة إسرائيلية تجاه طهران قد أفقد الضربة يعني تأثيرها أو هيبتها كما يقال؟ هذا بالتحديد يبرر شعور الغضب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إيال عليمة. ربما سنعاود الاتصال به لاحقا، لكن يبدو أننا لا نملك الوقت. على العموم شكرا جزيلا للإيضاحات التي قدمها لنا من تل أبيب المحلل العسكري الإسرائيلي إيال عليمة. من جديد إذن إلى السيد إيال. سيد إيال، كنت تتحدث عن تأثير الحديث مطولا عن الضربة الإسرائيلية المحتملة تجاه طهران، لكن حتى الآن هي فقط مجرد حديث. وهذا بالتحديد يبرر شعور الغضب والاشتياء إزاء الموقف في واشنطن. هناك تطلعات إلى أن تتحدث واشنطن عن الخيار وتطرح الخيار العسكري بشكل جدي وعلني. الاعتقاد بأن إذا ما لجأت واشنطن إلى مثل هذه إلى مثل هذا الخيار العسكري، هذا سوف يعطي للموقف الإسرائيلي دعما، وربما يجعل هذه التصريحات وهذه التحذيرات الإسرائيلية جدية أكثر إذا ما انضمت واشنطن إلى ذلك وتحدثت عن خيار عسكري قائم. لكن سيد إيال، على ما يبدو أن واشنطن بعيدة عن الخيار العسكري، هي حتى الآن تمسك العصا من الوسط، هي لا تريد أن تفقد حليفتها إسرائيل، وبالمقابل لا تريد أن تغضب إيران على ما يبدو. بالتحديد، وهذا ما تراه الدوائر العسكرية، وهذا ما كانت تخشى منه، بأنه في نهاية الأمر تقف إسرائيل وحدها في هذه المعركة، وهذا ما نراه. من جديد يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إيال. لربما سنعاود في الدقائق القليلة المتبقية من نشرتنا معاودة الاتصال بالسيد إيال عليمة، الخبير العسكري الإسرائيلي الذي حدثنا من تل أبيب. إذا مشاهدينا، يبدو أن وقت النشرة انتهى، لكن قبل ذلك سنذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. باشاغا يحمل الدبيبة وحكومته مسؤولية التصعيد العسكري في طرابلس، وشبح الانقسام والجمود السياسي يخيم على الأجواء. توالي ظهور نتائج الانتخابات اللبنانية ومزيد من الخسائر لحزب الله وحلفائه. وزير الدفاع إسرائيل يحذر من خطورة برنامج إيران النووي ويكشف عن إنتاج طهران ونقلها أسلحة دقيقة إلى سوريا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. دائما تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.